السلام عليكم. إذا ننتقل الآن للمحور الثاني من لي رياكتيفيتي ديال لي زيدروكاربور أروماتيك اللي هو لا رياكسيون دو سيبستيتيون إلكتروفيل. وملي كنقولوا لا رياكسيون دو سيبستيتيون إلكتروفيل يعني أنه كنبدلوا داك أش اللي كيكون في البنزين باغ أن إلكتروفيل. هنا غادي نشوفوا إما غادي نعوضوا بواحد إيون ألوجينيوم اللي كنسميه لالوجيناسيون، إما كنعوضوا بيون نيترونيوم ان او دو بليس او كنسميها لا نيتراسيون، او لا تريوكسيد دو سوفر اس او 3 اللي كتسمى لا سيرفوناسيون، او لا باغ لا كاربوكاتيون كتسمى لا كيلاسيون دو فريدي دي كرافتس، واخيرا ايون دو سيليوم اللي كتسمى لا سيلاسيون دو فريدي اي كرافتس. اذا ننتقل الان لالكيلاسيون دو فريدي دي كرافتس. وهاد الالكيلاسيون هادي اكتشفها جوج ديال العلماء، العالم الكيميائي الفرنسي اللي سميتو شارل فريدل اللي هو جات من نجات هاد الكلمه ديال فريدل، والعالم الكيميائي الامريكي اللي سميتو جيمس كرافت. اذا كيقول انه اشنو هي هاد الالكيلاسيون، المصطلح ديال الالكيلاسيون دو فريدل كرافت هو انه عباره عن ان سيبستيتيون داتوم ديدروجين، ولا سيبستيتيون لا سيبستيتيون داتوم هيدروجين اش اللي هو هذا اش كيوقع ليه، و كندير لا رومبلاس باغ اش باغ ان الكيل باغ لا سيبستيتيون داتوم اتوم هيدروجين اش باغ ان جروب دالكيل ان جروب دالكيل ان جروب الكيل. يعني انه كيكون عندك هنا بلاص اش كيكون فيه واحد الالكيل اخ. فهنا امتى كيكون عندنا هادشي؟ ف سيتي رياكسيون سيتي رياكسيون سيتي رياكسيون كي بيرميت دانتخودوير ان جروب اللي قلنا دالكيل اخ دان جروب دالكيل اللي هو اخ. ماذا؟ علاش؟ سيغ لو بنزين، هذا هو البنزين. امتى؟ اذا اما في الحاله الى عندنا واحد لالوجينيغ دالكيل اغ دو اكس، او لا الى عندنا ان الكول اغ او اش، او لا الى عندنا ان السين وبوجود واحد لاسيد كيعطينا هذا اللي هو الكيلاسيون دو فريدي ليكارت. لكن قبل ما هادشي كله كيكون عندنا واحد لا فورماسيون ديال واحد الكتروفيل اللي هو اغ 2 اغ بلس. يعني النقطه اللي غادي نوضح هو انه الان الكتروفيل الكتروفيل اذا كاربوكاتيون في هذه الحاله كيكون عندنا عباره عن كاربوكاتيون اللي هو اغ بلس اغ بلس اللي غادي تقاد فورمي ابارتير من هادو. اما دان السين دان السين دان السين اون بريزونس en présence d'un acide protoné بحال اش بحال اش 2SO4 فهم. مثلا ملي كيكون عندك انالسين
صوب وجود H يساوي 4 H2 يساوي 4 H اشنو كيوقع هذا دوبليزي كتعتبر انك اللي في غادي دير لاطاك والديبار ديال هذا يعني انه كنحصلوا في الاخير علاش كنحصلوا على داك الكابوكاتيون اللي هو على الشكل الثاني اولا انطلاقا من ماذا من لا الكور دان الكور انطلاقا من دان الكور دان الكور en présence ماذا en présence توا دان اسيد بروتوني بروتوني فملي كيكون عندك ان الكول اللي هو ار او اش ار او اش بليس اش اس او 4 اش كيكون هاد لاطا و ديبار ديال هادا اللي كنحصلو في البداية على R O H H بليس زائد ما ننساوش انه كاين هنا عندنا H H S O 4 موان زائد H S O 4 موان اللي غادي تغياجا وغادي يعطينا مباشرة غادي يبقى لي واحد تيبا اللي غادي يعطينا ماذا ان كاربوكاتيون بلس بلس لاش دوزو بلس اش اس او 4 موا اش اس او 4 موا هادي من جهة اشنو بقى ليا اولا ابارتيغ ماذا دالوجينيغ دالوجينيغ دالكيل النقطة الثالثة والأخيرة دان ألوجينيغ دالكيل en présence en présence ماذا acide de Lewis en présence d'un acide de Lewis. Comme il y a un dérivé halogéné, dérivé halogéné, On a dérivé à l'origine X plus l'acide de Lewis. On a dit on a battu tariqa M X3 qui a pris l'attaque. Les quatre noms bacharatan. Le carbocation R de plus plus. ماذا بليس ام اكس 4 موا فهم هذه قضيه وكتعتبر هذه المرحله اول مرحله في الميكانيزم وكتعتبر هذه المرحله اول مرحله في الميكانيزم اللي نسميها لو برومي ايتاب لو برومي ايتاب ايتاب اللي كتعتبر ماذا اشنو كيوقع فيها فكيوقع فيها لاكتيفاسيون اولا نقولوا la formation d'un carbocation un formation formation madame d'un carbocation
dans le cas vocation. اللي كيتعتبر ماذا؟ كيتعتبر ان الكتروفيل. هنا غادي نقول غادي ندير واحد القضيه وغادي نكتب هذه الكلمه هذه وغادي نوضحها من بعد. لو بلي ستابل، هذه اول مرحله. بالنسبه للمرحله الثانيه اللي كيكون فيها فورماسيون d'un cas vocation de l'intermédiaire de Wieland et qui connaît bien un cas vocation bien et nous allons et qui connaît وهذا هو اس. وبما انه في المرحله الاولى درنا واحد لا فورماسيون دان كار بوكاتيون اللي هو هذا الو غادي يكون هذا النيكلي هذا البنزين غادي يدير لاطاك حيت باعتبار انه النيكليوفيل غادي يدير لاطاك للار دو بليس وغادي يوقع لنا واحد لا فورماسيون دالانترميديا لانه غادي اتاكي ليا هذا الكار بوكاتيون بصفه عام وكيعطينا ماذا un carbocation intermédiaire de Wieland. Il voit qu'à tali on a charge plus on a fait H on a fait R من بعد كتجي المرحله الثانيه هنا la deuxième et troisième étape مرحلة ثالثة troisième étape شنو كيوقع فيها فإليمينياسيون رابيد دان بروتون كيوقع فيها ماذا إليمينياسيون رابيد حيت هاد المرحلة طغية دان بروتون لي هو H اي là la régénération mais d'un catalyseur du catalyseur et un anneau qui dit le catalyseur les radicaux imma le halad et les alcools ou les alcines radicaux mada à la chèque H2 HSO4 moins أولا في الحالة ديال الديريفي الوجيني الوجيني ضال كي اللي غادي يكون على شكل ماذا على شكل ام اكس 4 موان هاد ام ممكن يكون الالومنيوم اي اكس 3 ولا اف او على حسب يلا دونك اشنو غايدير سواء الاول او الثاني اشنو غايدير غادي ياخذ هاد اش سواء الاول او الثاني واحد في هادو على حسب الحالة غادي ياخذ هاد اش وهذا غادي يجي لنا اذا فكنحصلوا في الاخير على لو كومبوزي فينال اللي هو كالتالي ومعنا كيكون فيه على شكل R اي لا روجينيراسيون ديال كاتاليزور فهنا غادي يرجع H2SO4 في حين انه هذا غادي يرجع ماذا غادي يرجع مثلا ام اكس 3 فون هادي من جهه الملاحظه اللي كنت وضحتها قبل انه كنقول لكم انه لو كاربوكاتيون انترميديير مالو qui se forme et qui est maintenant le mécanisme peut subir un réarrangement
un réarrangement. Un réarrangement. On dit qu'on a un réarrangement, je n'ai pas de par migration d'un printemps. On va le commencer. H. La définition de Chikulchi pour Tony Mada un carbocation lui plus stable lui va t'a fait le point idem c'est mal on va prendre un exemple مثلا لاحظ معايا مزيان انه الا خدمت مثلا ب سي اش 3 سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي ان او بوجود لاسيد دو لويس اللي هو هيت ان عندي ريفالوجيني اللي هو عندي مثلا ال سي ان 3 اشنو كيعطينا في هذه الحاله اشنو كيعطينا كيعطينا ماذا تقول انه كيعطينا ان كاربوكاتون اللي هو كالتالي سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 بلس مزيان ولكن هذا ممكن انه يقع لي واحد لا ريارونجمون ممكن انه يقع لي واحد لا ريارونجمون ولكن قبل هذا الشيء غنوضح لك واحد القضيه هذا ممكن انه نكتبه بهذه الطريقه سي اش 3 سي اش ونجيب اش لهنا ثم سي اش 2 بلس هذا ممكن انه يقع لي واحد لا ريارونجمون هذا ممكن انه يقع لي واحد لا ريارونجمون لا ريارونجمون كيف ذلك بار لا ميغراسيون دو برونتون واحد البرونتون اش غادي يمشي غادي يهاجر كيف دونك هاد اش هذا غادي يجي لهنا يعني انه غادي نحصلوا على ماذا على ان نوتر كاربوكاتون اللي هو كالتالي سي اش 3 سي اش بلس ولا دابا هذا ولي سي اش 3 هاد اش غتمشي لهنا دونك غادي سي اش 3 الى جينا نشوفو نيكترو نيجاتيف ماشي نيكترو يعني لي ديفي ديالو فهنا اشنو دار هاد الكاربوكاتيون دار اني في بلس اي اللي هو هذا اني في بلس اي فقط اما هذا دار بلس اي هنا ودار بلس اي هنا يعني انه غادي نقولوا انه هذا كيتعتبر بلس ستابل على هذا دونك حنا غادي نخدموا بهذا مفهوم يعني انه الان في الحاله انه هذا الى تغياجا الى تغياجا البنزين وبوجود سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي ال وبوجود ال سي ال 3 فكيعطينا الجواب الصحيح هو كالتالي الجواب الصحيح هو كالتالي اللي هو غندير هو الجواب هو سي اش سي اش 3 هنا و سي اش 3 هنا حيت كنخدمو بالبليس تاب ماشي غتخدم بهذا ماشي غتحط هذا كيما هو عرفت مع البال يعني انه قاعدة اللي هي النقطة الأولى انه الآن دائما لي كاربوكاتيون بخيميغ رد البال انه كيتحولو لكاربوكاتيون سكوندير هذا سي ان كاربوكاتيون بخيميغ وهذا سي ان كاربوكاتيون سكوندير يعني انه القاعدة اللي غادي نقول لكم هنا انه لا ريارونجمون لا ريارونجمون d'un carbocation primaire, yeah, ou carbocation secondaire. Bien. Nocta autre. On va dire, on va faire un autre.
مثلا جيت نخدم بهذا التمرين في هذه الحاله هذه مثلا، لاحظ معايا مزيان، سي اش 3 سي اش 2 لا سي اش سي اش 3 هنا سي اش 2 مثلا البروم او بوجود البنزين هو هادشي ما يتفاعلش الا بوجود واحد لاسيد دو لويس، تفاعل مع مثلا على مع اسيد دو لويس اللي هو مثلا اف او بي اخ 3 مثلا اف او بي اخ 3 اشنو يعطينا؟ فاول حاجه غنمشي لهاد الكابو هاد لاروجينير ديال الكين اللي هو سي اش 3 سي اش سي اش 3 سي اش 2 بروم زائد اف او بي ار 3 اشنو كيعطينا؟ فكيعطيني واحد سي اش 3 سي اش سي اش 3 سي اش 2 بلس، وكيتعتبر هذا ماذا؟ ان كاربوكاتيون بريمير، لكن يمكن ليا انه نحول الكاربوكاتيون تيرسيير. كيف ذلك؟ باغ لا ميغراسيون دان بروتون. هذا غنكتبو بهذه الطريقه اللي هو ندير سي اش 3 سي هنا غنجيب هاد اش سي اش 3 سي اش 2 بليس، وانا غنجيب هاد اش لهنا، يعني انا غادي يبقى واحد لاغيونجمون باش نقاد واحد الكاربوكاتيون بليس طابل اللي هو كالتالي اللي هو كالتالي. دونك غادي يكون عندي الجواب هو غادي يكون عندي سي اش 3 سي بليس سي اش 3 سي اش 3، وهذا كيتعتبر ماذا؟ ان كاربوكاتيون تيرسير. وكتعرفوا دائما ان الكاربوكاتيون تيرسير بليس تابع على السكوندير، والسكوندير بليس تابع على بريمير، باش تعرفوا كيفاش عنده بليس هنا بليس هنا و بليس هنا، دونك هنا 3 بليس، يعني انه الجواب اللي غادي يكون هنا هو كالتالي، وانه غادي يكون عندك الجواب ديال هذا الكومبوزي هذا هو كالتالي، وانا غادي تحط البنزين وغادي تحط سي سي اش 3 مفهوم. يعني انا القاعده اللي غادي نقول كذلك انه ممكن انه نلقى واحد لاغيونجمون دان كاربوكاتيون بريمير لاش اون كاربوكاتيون تيرسيير اللي كتعتبر بلي ستابل، حيت هذا سي تان بلي ستابل. يعني انا في الحاله ديال كاربوكاتيون بريمير ممكن انا ندير لي لاغيونجمون غادي يعطيك سكوندير، او لا ممكن انه يتحول وغادي يعطيك ماذا؟ تيرسيير، على حسب التمرين ولا على حسب ذاك الكومبوزي. غنتقل النقطه الاخيره دونك هي النقطه الاولى، النقطه الثانيه، النقطه الثالثه والاخيره اللي غادي نوضح فيها مثلا هذا المثال. لاحظوا معي انه ملي غادي نخدم مثلا سي اش 3 سي اش سي اش 2 مثلا هنا نجيب مثلا سي اش 3 لهنا ياك، عندي سي اش وغنلصق مثلا هنا واحد سي ال ثم سي اش 3 مفهوم. بوجود داك البنزين وما يمكنش انه يتفاعل هذا الشيء كله الا ما كانش واحد لاسيد دو لويس، لاسيد دو لويس اللي هو غادي يكون ال سي ال 3 اشنو غادي يعطيني؟ فهاد الكومبوزي هذا اللي هو سي اش 3 سي اش سي اش 3 سي اش سي ال اي سي اش 3 بلس لاسيد دو لويس ال سي ال 3 اشنو كيعطيني؟
اشنو كيعطيني؟ كيعطينا ان كافوكاتيون اللي هو كالتالي سي اش 3 سي اش سي اش 3 سي اش بلس اي سي اش 3 وكنشوف معايا دونك هذا سي ان كافوكاتيون سكوندير لكن ممكن انه نحول المدى لتيرسيير فإذا كان عندي الاحتمال انه نحول لتيرسيير كي نمشي لهذه الجهه غنحولو لتيرسيير اما في هذه الجهه غنرجع للبريمير وكنقول لك هنا بلي ستابل يعني حسن ليا تيرسيير من بريمير دونك غادي نمشي لهذه الجهه هذه يعني انا هاد اش هذا غادي يوقع لي واحد لا ميغراسيون لهذه الجهه هذه غادي يوقع لي واحد لا ميغراسيون يعني اش غادي يعطينا غادي يعطينا واحد الكومبوزي اللي هو بلي ستابل اللي هو كالتالي سي اش 3 سي بلس سي اش 3 CH2 CH3 ok تعتبر هذا c'est un carbocation tertiaire ok تعتبر le plus stable اللي هو اللي هو نفس البلاصه فين غيتريجي عندنا في البنزين